السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ما غندويوش على الميركاتو اليوم غندويو على اللاعبين اللي كانوا في البطوله ومشوا منها هاد اللاعبين هادو متالقين وكون بقاو في البطوله كانت البطوله ديالنا غتكون حارقه ومشعله مثل البطولات اللي في اوروبا ولكن الفرق الانديه المغربيه ما عرفتش تحتفظ على اللاعبين ديالها اولهم لابا كودجو من نهضه بركان العين الاماراتي ثاني واحد هو ايوب الكعبي من الوداد لهطايا سبور تركي ثالث واحد هو منتصر الحتيمي من الفتح الرباطي الى طرابزون سبور التركي رابع لاعب هو سفيان رحيمي من الرجاء الرياضي الى العين الاماراتي ثم خامس واحد هو اشرف داري من الوداد الرياضي الى بريست الفرنسي سادس لاعب هو والاخير هو المهدي مبارك من الفتح الى العين الاماراتي وبهذا كينتهي آه الفيديو ديالي كنتمنى ديروا ابوني ولايك ودعموني بكومونتير باش نزيد فيديوهات اكثر ونفيدكم بالمعلومات والى اللقاء